السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي صفحة 52 تتيمة ديال التقنية الاعتيادية للضرب. دونك نبداو مع تصحيح التمرين رقم 6. أصل بخط بطاقتي كل جدائين متساويين. إذا عندنا 140 ضرب 58 نبحثوا على بحالها. دونك هنايا غير الصفر اللي دوزنا هنا بحال. إذا 14 ضرب 580 الصفر دوزنا هنايا دونك ما كاينش مشكل. ثم 13 ضرب 408 هي 408 ضرب 13 ضرب تبادلي كنعرفوا الضرب تبادلي. 350 ضرب 72 دونك هاد الصفر اللي دوزنا هنايا راه بحال بحال. 35 ضرب 27 نفس الشيء. ثم 56 ضرب 210 هنا الصفر اللي دوزناه تولي 560 ضرب 21 بحال بحال. جيد هنا 7 أضع وأنجز ما يلي. إذا 749 ضرب 25 إذا 5 في 9 45 أحتفظ. 5 في 24 24 أحتفظ. 5 في 7 35 37 ثم النقطة. 2 في 9 18 2 في 4 8 زائد احتفاظ 9 2 في 7 14 ثم عملية الجمع. إذا هنا 5 12 تسعة عشر سبعة عشر أربعة سبعة ثمانية وواحد. إذن 18725. ثم العملية الثانية 2 ضرب 7 14 احتفظ. 2 في 0 0 زي الاحتفاظ 1. 2 في 1 2. 3 في 7 21. 3 في 0 0 زي الاحتفاظ 2. 3 في 1 3. ثم عملية الجمع. إذن هنا 4 2 4 3 3424. ثم 3 في 4 12 احتفظ بواحد. 3 في 5 15 احتفظ 16. 3 في 6 18 19. 2 في 4 8. 2 في 5 10. 2 في 6 12 والاحتفاظ 13. إذا هنا 2 6 زائد 8 14. 9 زائد 1 10. 3 4 5 واحد. إذن 15042. جيد نمشيو للتمرين رقم 2. دونك أكتب الرقم المناسب مكان كل نقطة في الجداءات التالية. إذن نفس الشيء غنبحثو على الرقم المناسب مكان كل نقطة. إذن هنا شي عدد نضربو في 5 يكون رقم الوحدات 0. دونك كاين 4 في 5 20 وكاين 8 في 5 40 ولكن 4 ما غاتجيناش مع الثاني دونك 8. 8 في 5 40 احتفظ ب 4. 8 في 4 32 و 4 36. 8 في 3 24 و 3 27. 2 في 5 10. 2 في 4 8 والاحتفاظ 9. 2 في 3 6. ثم المجموع بالشكل التالي. هنا شي عدد نضربه في 8 يكون رقم الوحدات 6. 2 2 في 8 16. 2 في 4 8 والاحتفاظ 9. 2 في 2 4. ثم المجموع يكون على الشكل التالي. هنا شي عدد نضربه في 4 يكون رقم الوحدات 6. كاين 4 كاين حتى 9 ولكن 9 ما تجيناش مع الاخرين. راهو 4 في 4 16. 4 في 2 8 والاحتفاظ 9. 4 في 4 16. دابا شي عدد نضربه في 4 يكون رقم الوحدات 4. كاين 1 في 4 كاين 6 في 4 مثلا. دونك بعد التجريب جربوا واحد ما غتلقاوش غتجربوا 6 غتلقاوها صحيحه. 6 في 4 24. 6 في 2 12 والاحتفاظ 14. 6 في 4 24 1 25. بالنسبة لهنايا شي عدد نضربو في 7 يكون رقم الوحدات 8. كاين 4 4 في 7 28. 4 في 3 12 و 2 14. 4 في 2 8 و 1 9. مزيان نمشيو ليكزيرسيس 9. دونك بوغ اسيستي ان ماتش دو فوتبول باش نحضروا لواحد الماتش ديال الفوتبول. 1850 بيي اون ايتي فوندو. دونك 1850 تذكرة تباعت. 950 billets ont été vendus pour le prix de 16 dirhams. Donc 950 billets de tchadkira tbaat b 16 dirham le billet lwahda. Et le reste 10 billets pour le prix de 24 dirhams le billet. Wma tbaqa tbaa b 24. Donc quel est le montant total de la vente des billets? Yani chhal ghadi le montant total, chhal le majmou' dial had tadakir bach tbaa'o. Donc hnaya el amr sahel jiddan. 950 ghandorbouha f 16 ونديروا هذا ناقص 750 باش نعرفوا الباقي نضربوه في 24 ونجمعوا من بعد.
دونك لاحظوا اول حاجه غنديروا 1850 غنقصوا من 950 باش نعرفوا الباقي. اذا هنا العمليه 1850 ناقص 950، اذا 0 0 18 ناقص 9 9 و 0، اذا 900 900 بي. من بعد لاحظوا هاد 950 بي 950 اون ايتي فوندي بور، دونك تباعوا ب 16، وغنزيدوا عليها ما تبقى اللي هو 900 بي، هادو تباعوا ب 24. اذا عندنا ثلاثه العمليات باقين، 950 في 16، دونك 6 في 0 0، 6 في 5 30، 6 في 9 54، و 3 57 نقطة 0 5 9، دونك 0 0 12 9 و 10 15، اذا 5200 15000 15000 15200 بلس. دابا هاد 900 في 24، دونك 0 0 4 في 9 36، 0 0 و 2 في 9 18، دونك 0 0 6 11 12 21600 21600. دونك هادو التذاكر اللي تباعوا ب 16 وهادو اللي تباعوا ب 24 درهم. دابا غنديروا عملية الجمع التذاكر الأولى مع التذاكر الثانية، 6 3 دونك 36800، دونك هنايا نكتبو 36800 درهم، و الجملة لو مونطون توتال اي. طيب نمشيو للتمرين العاشر والاخير. دونك اشترى شخص سياره بالتقسيط، ادى عند استلامها مبلغ قدره 25000 و15 درهم، والباقي على شكل دفعات شهريه متساويه لمده 36 شهر. قيمه الدفعه الواحده 960 درهم. ما المبلغ الكلي لهذه الدفعات وما الثمن الإجمالي للسيارة؟ إذا نبدأ بالمبلغ الكلي للدفعات. المبلغ الكلي للدفعات عندنا 36 شهر شهرية، كل مرة غادي يدفع 960، دونك 960 غنضربوها في 36، إذا 960 غنضربوها في 36 باش نعرفوا الدفعات. دونك 0 6 في 36، 6 في 9 54 57، 3 في 0 0، 3 في 6 18، 3 في 9 27 28، 15 8 9 14 3، دونك 34560، 34560 درهم. دابا نحسبوا الثمن الإجمالي للسيارة. إذا دفع 25000 في المرة الأولى و15، ونزيدوا عليها الدفعات. إذا نديروا عملية الجمع، 25015 نضيفوا على 34560، إذا 5 7 5، هنا 9 هنا 5، إذا 59575 درهم. إذا فهمتوا كيفاش؟ هنا دفعات شهرية لمدة 36 شهر، كل شهر سيدفع 960، داكشي علاش درنا الضرب باش يعطينا الدفعات، وزدنا عليهم التسبيق اللي عطى في الأول باش عطانا الثمن الإجمالي للسيارة. دونك هنا كنكون كملنا الصفحة 52 من الجيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي مع التقنية الاعتيادية للضرب. ما تنساوش لايك واشتراك. شكرا، إلى اللقاء.